خلال فعاليات منتدى الكبد الدولي الأول الذي شارك فيه أطباء الكبد بمختلف الجامعات المصرية وجمعيات الكبد العربية والأوروبية، أكد الأطباء المختصون على نجاح التجربة المصرية في علاج فيروس سي، وذلك على الرغم من حدوث انتكاسة تصل إلى 30%. الخبراء المشاركون في المنتدى دعوا إلى وضع بروتوكول علاج موحد وفعال بكافة المراكز العلاجية بناء على الدراسات البحثية والعلمية التي أجريت. 1000 طبيب وباحث متخصص في علاج الكبد بمصر والعديد من دول العالم استعرضوا خلال فعاليات المنتدى الأول للكبد أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية المختصة تجاه تجربة مصر في علاج فيروس سي بإيجابياتها وسلبياتها ونسبة نجاح العلاج لاختيار بروتوكول العلاج الأنسب والأمثل وتعميمه بكافة المراكز العلاجية في مصر. طبيعي احنا بنشوف كل البروتوكولات الجديدة، كل الأدوية اللي بتحصل، وبنتابع المضاعفات وبنتابع الريلابس، الحاجات اللي ما بتستجيبش للعلاج وايه سببها. لو اتاخد الدواء بتركيز قليل او بدواء احادي هيقضي على النوع اللي هو المتوحش او الوعي الطبي، يتبقى النوع المتحور. النوع المتحور لما بنلاقي نفسه هو الوحيد اللي موجود هيبدأ يتكاثر ويبقى هو النوع اللي فارض نفسه ولا يستجيب للدواء. فعشان كده بقول لا، الادويه الجديده من فضلكم لازم تتاخد ان كومبينيشن. بمعنى ايه؟ ان السفاضي ما يتاخدش لوحده، لازم السفاضي مع السيبوبريفير او السوفوسبوفير مع الدكله وهكذا. العلاج اللي موجود دلوقتي حقيقه يعني ما زال تحت الممارسه ونتائجه عاليه، ولكن لازم يمر وقت لكي نتأكد من ان كل الامور على ما يرام. كما استعرض اطباء الكبد المصريين والاجانب الجديد في علاج اورام الكبد الاولية والجيل الثالث في علاج الفيروسات الكبدية بالعقاقير الجديدة المطروحة عالميا، واثبتت فاعليتها بصورة كبيرة. في نوعيات كثيرة ظهرت زي الدكلة مع السوفالدي وزي الاوليسيو مع السوفالدي وزي الهارفوني، والثلاثة دول ومع الكيوريفو الأدوية دي تأثيرها بقى أحسن بكتير وبتخدمنا جدا في الحالات اللي الفيروس رد فيها. أحط بروتوكول أعممه على كل الدولة، واخد حضرتك؟ يعني لازم أن هذا البروتوكول يكون ثبت فعاليته بدرجة إيفيدنس عالية، مش واخدة درجة توصية بسيطة أو قليلة. بعد تجربة مصر الناجحة في علاج فيروس سي بالعقارة الجديدة أصبحت الحاجة ملحة لوضع بروتوكول علاج ناجع وموحد لتعميمه بكافة المراكز العلاجية للقضاء على هذا المرض الفتاك. محمد حلمي، التلفزيون المصري.